قتل وأصيب نحو 1000 شخص إثر زلزال بقوة 7 درجات ضرب مناطق في المغرب. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الهزة الأرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، وقعت في الساعة 11:11 بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة في إقليم الحوز جنوب غربي مراكش. أكدت وزارة الداخلية المغربية على لسان المتحدث باسمها ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً، بينهم 51 في حالة حرجة في حصيلة مؤقتة غير نهائية. I have a little sheep here.